سعداء اليوم بالمشاركة في تنفيذ ورشة مبادرة فن واعي التي تنفذها مجموعة متطوعة من ضمن أرت مكس للفنانين التشكيليين في وادي حضرموت. هذه خطوة إيجابية جدا من فئة من فئات المجتمع حست بمشكلات المجتمع الخاصة بالتحصين، ونتمنى نحن كنا من سابقا أن توجد هناك جهات تساعد مع مكتب الصحة في توصيل الرسالة الصحية الخاصة بدرء الإشاعات التي انتشرت حاليا عن التحصين. يدرك الكل أنه هناك أمراض كثيرة بدأت تنتشر في المجتمع، ومطلوب من الجميع أن يشارك كل في مجال اختصاصه بالتوعية في هذا الجانب. وهذه المبادرة تعتبر الأول من نوعها أو الأولى من نوعها التي تأتي بشكل ذاتي وبشكل تلقائي من ناس متطوعين ما همهم إلا توصيل رسالة صحية بالطريقة التي يرونها مناسبة. نحن مستعدين للتعاون معهم في إنجاز أعمالهم، سواء كانت هذه الثمان جداريات أو نطمح أنها تكون بدل الثمان 80 إن شاء الله. ربنا إن شاء الله يوفقهم في أعمالهم، ونتمنى أن لا نرى طفل مشلول أو معاق بسبب إشاعة خاطئة عن التحصين. وشكرا. جعفر بن عبيد الله مدير برنامج التحصين بالوادي والصحراء. المرحلة الأولية من المبادرة تمثل في مرحلة التدريب. مرحلة التدريب بتكون من خلال أنهم معاهم ورشة تدريب في المجال الصحي مع الأستاذ متخصص لعدة سنوات، بحيث أنه بيعطيهم عدة معلومات عن المجال الصحي من خلال الشائعات المغلوطة والشائعات المنتشرة في المجال الصحي بين المجتمع المحلي نفسه. بعد كذا بتكون عندهم اللي هي ورشة مع مرشدة فنية في المجال الفني، بحيث بتعرفهم كيف استخدام هذا المجال الفني، إنه نستخدمه كرسالة، كيف ممكن إحنا خلط الألوان، بحيث إنهم يخرجون في أرض الواقع في عملية تنفيذ الجداريات وعندهم المعرفة الكاملة. من خلال هذه المرحلة التدريب بتكون إنهم يستخرجون لنا سكتشات اللي هي عبارة عن أعمال فنية مصغرة اللي بيتم تنفيذها، حيث بيتم مراجعتها من قبل مرشدين يعني ومناقشتها، ونتأكد إنها تكون ملازمة أو تؤدي يعني الغرض والرسالة الحقيقية من العمل الفني نفسه، حيث إنه بعد كذا العمل هذا نفسه بيكون إنهم يعملونه في الجداريات في مديريتين. المديرية الأولى اللي هي مديرية سيئون بيتم تنفيذ 4 جداريات، وبعد كذا عندنا مديرية الترين بيتم فيها تنفيذ 4 جداريات. كل الجداريات بتدعي لنفس الفكرة اللي هي تحسين أو تصحيح المعلومات المغلوطة أو الشائعات المغلوطة بين أفراد المجتمع المحلي، والعمل على تصحيحها من خلال هذا استخدام الجداريات والرسم. منال صالح بن الشيخ أبو بكر، رئيسة منتدى آرت ميكس ومديرة مبادرة فن واعي. نبدأ اليوم تدشين هذه الورشة النوعية والفريدة من نوعها، وهي نوع من أنواع توصيل الرسالة الهادفة للمجتمع من خلال الرسومات التشكيلية واللوحات الجدارية من خلال الفنانين التشكيليين الموجودين في هذه القاعة الذين حضروا هذه الورشة. طبعا موضوع الورشة يتعلق بالشائعات حول أمراض التحصين والحرب الخطيرة أو المدمرة للتحصين من خلال هذه الشائعات والرفض المتزايد حول التحصين والأمراض التي عاد انتشارها بعد أن كادت اختفت لفترات طويلة أثناء ما كان التحصين قوي وأغلب الأطفال ممنعين بالتحصين. طبعا نأمل من هؤلاء التشكيليين والفنانين والرسامين أن يعطوا رسائل أخرى في مواضيع أخرى غير موضوع التحصين، فهناك الآن منتشرة حمى الضنك، فنحن محتاجين إلى رسائلهم لتوصيل المعلومات بصورة مبسطة وميسرة وسهلة ليفهمها المجتمع من خلال هذه الرسومات حول طريقة الوقاية من مرض حمى الضنك والتخلص من أماكن التوالد للبعوض الناقل لهذا المرض. الدكتور غازي بشامخة مدير الرعاية الصحية الأولية مكتب الصحة حضرموت الوادي والصحة. أنا الفنان أحمد عمر بارجة، سعدنا صراحة بهذه الدورة اللي تدعم الفنانين من الشباب وتبرز أعمالهم في خلال بعد الدورة في جداريات وتظهر فنهم الجميل، ومن خلال الفنان إن شاء الله نوصل رسالة للمجتمع بأعمال فنية هادفة وجميلة كذا، بحيث أنه مجتمعنا إذا شاف مثلا صورة حلوة قدامه يستفيد أكثر من القاء المحاضرات أو هكذا،
ويعني وجينا الدورة بحيث نحن نتعرف على الفنانين ونكتسب أكثر خبرات. نحن فنانين نعم، لكن خبراتنا ضعيفة، لكن إن شاء الله بهذه الدورات تكون نقوي من مهاراتنا إن شاء الله. منتسبي وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العدل حسب توقيت معالي الوزير. طبعا هدفها هو إعادة تفعيل وعي وزارة الأفراد وضباط وزارة الداخلية بشكل عام. لا نستطيع أن نعمل إلا بفهم القانون. ميليشيات الحوثي الحرب 8 سنوات 9 سنوات الآن دمروا كل شيء، دمرت كل شيء، دمرت البنية التحتية، الأجهزة، حتى الجانب الوعي الأمني يعني حصل اهتزاز، ولا بد أن نعيد الأمور إلى نصابها من خلال إعادة صياغة وعي أفرادنا وضباطنا وفهم القانون حتى يستطيعوا أن يؤدوا مهامهم بشكل جيد. نحن يعني بشكل عام نريد أو نهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني وتعزيز علاقتنا مع الشعب، مع المواطن. يعني إعادة الثقة بيننا وبين المواطن هو أهم شيء بالنسبة لنا، وهذا هدفنا إن شاء الله تعالى. طبعا نحن لا نستطيع أن نعمل شيء في وزارة الداخلية بدون التعاون من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الدولة والمجتمع المدني بشكل عام. ويعني هذه التدشين وستلحقها إن شاء الله دورات عديدة في مجال يعني نشر الوعي القانوني بين أفرادنا وضباطنا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. نشكر كل القنوات التي حضرت اليوم إلى التغطية الإعلامية لهذا الإنجاز. نحن اليوم بصدد حضور ندوة توعوية مشتركة ما بين وزارة الداخلية المتمثلة بوزيرها حيدان ووزارة العدل المتمثلة بوزيرها بدر العارضة، ونحن شاركنا من وزارة العدل كفريق التوعية القانونية بسيادة القانون، حيث اشتركنا مع وزارة الداخلية. نحن نأخذ الجانب القانوني ونوضح للمواطنين بعض الظواهر التي دهمت المجتمع بعد 2015 من المخدرات، منها الإرهاب، منها العنف ضد المرأة حمل السلاح،
التحرش الجنسي بالأطفال بالإزاز الإلكتروني، كل الظواهر الاجتماعية الخطيرة. وزارة الداخلية تعتبر كيد فاعلة لتطبيق القانون، ونحن نعتبر القانون، نحن نوضح العون القانوني، نوضح القانون، الجرائم التي ترتكب، ما هو القانون الذي يردع هؤلاء المرتكبين لهذه الجرائم. نحن بدورنا كقانون نروح قانون، نعمل توعية قانونية للحد من هذه الظواهر، وعملنا مشترك مع وزارة الداخلية بيكون بأعمال أيضا. والتي تسخر لها كل الإمكانيات في سبيل إنجاح هذه المراكز، كونها تمثل أهمية كبيرة لتحصين شبابنا من أفكار الهدم وتوعيتهم بالمكتسبات الوطنية والتي تنتهجها ميليشيات الحوثية. أيها الشباب، أنتم سلاحنا الحقيقي في مواجهة تلك الأفكار الدخيلة على وطننا بما تتسلحونه من معرفة وعلم وثقافة الآباء والأجداد، ثقافة الوسطية والاعتدال المستوحاة من ديننا الإسلامي الحنيف. المراكز الصيفية التي يعول ويؤمل عليها أن تكون خطوات صحيحة وخطوات ناضجة للحفاظ على الفكر السليم والسديد. من خلال المراكز الصيفية يتم الحفاظ على أبنائنا من الانحراف العقائدي التي تتبناه وتقوم به الميليشيات الكانوتية الحوثية. هذه المراكز الصيفية هي تأتي للحفاظ على أبنائنا وتوجيههم التوجيه الصحيح للحفاظ على القيم والمبادئ السليمة والصحيحة. أنتم أمل ومستقبل هذا البلد. من الآن يجب أن ننهض بالمديريات المحررة إلى تحسن التعليم والاهتمام بالتعليم الاهتمام الصحيح. ومن هنا ومن هذا المكان نقول للجميع، العام القادم هو عام التعليم. نشعر سعادة بالغة بهذه المخيمات والمراكز الصيفية، كونها تمنحنا السعادة وتزرع الأمل في قلوبنا. فهذا الاحتشاد الكبير من قبل طلاب وشباب تهامة الذين يحملون الأقلام والمصاحف أمامكم، إنهم أحفاد الزرانيق وعلماء زبيد وكيل الشحارية وأحمد جابر عفيف وهيثم برية وحسين المغني وأحمد الرمعي وغيرهم من أعلام اليمن، الذين يحملون مشاعل النور والعلم والمعرفة وقيام الجمهورية لبناء الحاضر والمستقبل. الروح بالدم نفديك يا يمن الكل، بالروح بالروح أحسنتم شباب. هؤلاء هم شباب المستقبل، من يرفعون اسم اليمن